نروح بقى للجنه الحكام اللي بشكل او باخر انا بحب الفكر شويه المختلف. ممكن يكون في لجنه شغاله وشغاله شغل كويس جدا، ولكن ممكن دورها ما يكونش واضح قوي للي بيتعاملوا معاهم في دايره الحكام او في دايره الكره المصريه، سواء من اجهزه فنيه ومديرين اداريين او حتى الاعلاميين اللي محتاجين في وجهه نظرنا احنا بنبقى عارفين القوانين واللوائح وبنحاول نطبقها في بعض المواقف اللي بنشوفها في بعض المباريات او بنتابعها في بعض المباريات، وبناء عليه بنلاقي في جاب ما بين قرارات لجنه الحكام او وايضا وجهه نظرنا كاعلاميين او حتى كاداريين او مديرين كره في الانديه او الانديه نفسها اللي بتعترض وبتقدم احتجاجات فيما بعض المباريات. كلاتنبرج هيعقد النهارده اجتماعا في الثانيه ظهرا مع جميع مديري الكره اللي بيبقوا على الخطوط مع الجهاز الفني وبيبدوا اعتراضاتهم في بعض الاحيان على بعض الكرات بالدوري الممتاز المصري، طبعا مديري الكره بالدوري الممتاز وكذلك مقدمي البرامج الرياضيه ومعلق مباريات كره القدم لشرح تعليق قوانين كره القدم. ثلاث فئات كان من المفروض فعلا ان هم يجتمع معاهم بشكل مهم جدا. ليه؟ علشان خاطر طبعا المعلق وهو بيعلق المباريات في بعض الاحيان بيبقى شايف كرات هو المفروض يتخذ فيها قرار والحكم ما خدش فيها قرار او العكس، كلاهما لازم يتم في تواصل ما بين لجنة الحكام وبيتحط الخطوط العريضة للقوانين اللي ممكن يبقى فيها اختلاف او اللعبات اللي بيبقى فيها اختلاف زي لمسة اليد داخل منطقة الجزاء، الاحتكاكات المسموح بيها اللي انا يمكن قلت في اخر الموسم الماضي كلاتنبرج ادى مساحة كبيرة جدا للحكام ان الاحتكاك الطبيعي يكون متواجد مش مع كورة قبل الاحتكاك الصفارة سابقاه، يعني ما بنشوفش ده في زي ما احنا بنقول بنحاول يعني نشبه الكره المصريه بالكره الاوروبيه، ما بنشوفش ده في الملاعب الاوروبيه، بيبقى فيه احتكاكات والتحامات وقوه وجري وبلغه الكره كده الكتف في الكتف، ده كله كان ممنوع عندنا قبل كلاتنبرج. انا بقول الحقيقه ممكن يكون يا جماعه مش معنى ده انتقاص من قيمه اي حد مسك اللجنه او كان متواجد، بالعكس انا ما كنتش مع تجربه الحكم الاجنبي بس خليت نشوف التجربه هتجيب جدواها ولا لا. دي كانت من بعض المظاهر في نهايه الموسم الماضي اللي كانت ايجابيه جدا، الصفاره اتاخرت كتير، الصفاره ما بقتش على اي لمسه على اي كوره، بالعكس شفنا متعه وبقى فيه التحامات قويه واصبح كمان بيبان مهاره اللاعبين وقد ايه اللعيبه خلاص هيبقى عندها اللعب الرجولي اللي بتشوفه بقى في المنتخبات اللي منعكس بعد كده على المنتخبات، عشان لما تيجي تلعب مباريات دوليه يبقى عندك الثقافه الخاصه بالاحتكاك المتاح واللي هو القانوني يعني. فدي بعض النقاط، انا قلت نقطه من النقاط كتيره جدا بنختلف عليها سواء اعلاميين او معلقين او حتى الاداريين اللي في الملعب او الاجهزه الفنيه اللي بتبقى شايف ان ليها احقيه في ركله الجزاء في اي فاول ما، لما يوضح ده كلاتنبرج ولما يقول ان القوانين متاح فيها كذا ويشرح الخريطه العامه او بمعنى اصح الخطوط العريضه للتعديلات الموجوده في القانون، ده مهم جدا ان يوضحه للدائرة أو المنظومة الكروية كلها اللي منها الإعلام ومنها الإداريين ومنها المعلقين، كل ده مهم جدا إن يبقى في حلقة تواصل. كلاتنبرج خد الخطوة دي وهيبقى وأنا بتكلم حضراتكم يمكن اجتماع قائم دلوقتي لتوضيح كافة اتخاذ القرارات الخاصة بحكم الفيديو الفار تحديدا. احنا بنتكلم دلوقتي على التقنية الفار اللي يمكن يعني بشكل كبير الكل بيلوم إذا ما كان إزاي في خطأ من الحكم في الملعب إزاي ما يكونش ليه تعديل من الفار اللي قاعدين ومشاهدين وعندهم الزاوية عندهم الكادرات، دي نقطة هيتم إيضاحها وبالتأكيد هنستعرضها لحضراتكم في مواقع دي. لسه كمان مكمل مع لجنة الحكام واختتمت بالأمس كمان معسكرها المكثف لتجهيز الحكام الخاص بالفار لاستعدادها للموسم الجديد بحضور 48 حكم ومساعد من الحاصلين على رخصة تقنية الفيديو. تولى اللقاء المحاضرات النظرية والعلمية كل من السعودي علي الطريفي المحاضر الدولي وعضو لجنة حكام آسيا والإنجليزي جاك بمشاركة رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبرج، وتولى المحاضر علي الطريفي شرح بروتوكول الفار موضحا العلاقة فيما بين طاقم الحكام داخل المستطيل الأخضر وطاقم الفار وكيف يتم عمل كابينة الفار والتعاون فيما بينهما في إطار تطبيق القانون وما سمح به البروتوكول، موضحا بالشرح دور كل منهما في الوصول إلى أفضل أداء وأقل وقت تدخل من الفار ويتم الاستعانة به والاستفادة به بشكل كبير جدا في التعاون ما بين المستطيل الأخضر والفار.